بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بمدينة البغاز، حل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن داودي، لكن هذه المرة ليس بعباءة الوزير إنما بعباءة الأستاذ، حيث ألقى محاضرة حول موضوع البنوك الإسلامية بالمغرب ومقاربتها من طرف فقه المعاملات الإسلامية. الذين يشتغلون في البنوك التقليدية بسرعة ممكن أن يشتغلوا في البنوك التقليدية الإسلامية لأن لديهم تقنيات لازمة، ولكن هناك مشكلة تكوينات في الرقابة الشرعية، ولقد أسسنا كلية الشريعة بالسمارة وتخصصها هي الرقابة الشرعية للبنوك الإسلامية. إذن بعد بضع سنوات سيكون هناك تخريج أفواج متخصصين في البنوك الإسلامية. المحاضرة ديال اليوم كتدخل في إطار الأنشطة اللي كتنظم طبعا المدرسة لتقريب الطلبة أولا بما يجري على الساحة، لا على المستوى السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو المالي، وفي نفس الوقت بالطبع ناخذوا كمؤسسة عمومية مسؤوليتنا في من أجل تعميم وتفسير ما المستجدات على الساحة. فيما يخص اللقاء ديال اليوم كان على مستوى المالية التشاركية وما يسمى كذلك بالمالية الإسلامية. اللقاء الذي نظم بشراكة بين المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة والجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي عرفت حضورا وازنا لعدد من المهتمين بموضوع البنوك الإسلامية التي سترى النور قريبا بالمغرب حسب تصريح الوزير.